ما بمر بدقات وتجارب في حياته. نحن الناس من قسمين لثلاث فئات. الفئة الأولى هي الفئة التي مرت في الماضي بدقات وتجارب ومحن عديدة وكبيرة ومتنوعة واجتازت هذه المحن والدقات وتعلمت منها الدروس الكثيرة. الفئة الثانية هي الناس التي تمر الآن في الوقت الحاضر بتجربه أو تحدي أو ضيقه عظيمه. الفئه الثالثه هي فئه الناس التي ستعاني وستواجه ضيقات في حياتها. اذا لا مفر ولا بد ان يمر كل انسان في ضيقه وتجربه ومحنه في حياته. لكن تماما في مثل هذا الوقت وقت المحن والتجارب والضيقات يظهر ايمان المؤمن الحقيقي في هذه السلسله من المواعظ سنتعلم كيف نسلك السلوك الايماني في عالم مليء بالتحديات والضيقات والتجارب التي تحارب ايماننا وعلاقتنا بالرب يسوع سمينا هذه المواعظ اعمال الايمان فيها ندرس رساله يعقوب يعقوب يكتب لنا هذه الرساله من خلال خبرته الشخصيه الروحيه العميقه كاخ للرب يسوع وايضا كتلميذ ليسوع المسيح يكتب لنا ايضا من خلال خبرته الرعويه الطويله كقائد لكنيسه اورشليم نتعلم من خلال رسائل يعقوب دروس عمليه كثيره في حياتنا المسيحيه تابعونا ونحن نتعلم في كل موعظه درسا روحيا عمليا مهما في حياتنا المسيحيه الموعظة هي مستوحاه من هالآية الموجوده بيعقوب الاصحاح الاول عدد 14 لا العدد 16 لكن الانسان يسقط في التجربه حين يندفع مخدوعا وراء شهوته فاذا ما حبلت الشهوه ولدت الخطيئه ومتى نضجت الخطيئه انتجت الموت يعقوب حكينا عنه بالاسبوع الماضي بعد ان اجاب على السؤال هل الله يجرب؟ واوضح يعقوب بان الله لا يجرب احد بل الله يسمح احيانا للتجربة لتقويتنا تنقيتنا ولكي ننمو في حياتنا الروحية لكن أبليس هو الذي يجرب ليدمر حياتنا. على بعد ما جاوب على هذا السؤال وحكينا عنه موعظة كاملة عملنا على هذا الموضوع اليوم أو بالآية بعدها مباشرة عم ينتقل إلى موضوع آخر. اللي هو عنوان الموعظة كيف يخطط إبليس لإسقاطنا في الخطيئة فإذا نحن أردنا أن ننتصر في التجربة يجب أن نتعلم كيف يخطط إبليس لتدمير حياتنا يعقوب هون بحدثنا عن المراحل اللي يدخل فيها إبليس المؤمن ليسقطه في التجربة فمثل اي معركة يعني اي معركة هناك خطط تضعها الاطراف المتحاربة قبل ان تتواجد او تتوجه الى ارض المعركة. ابليس مثل ما بيعلمنا الكتاب المقدس هو عدونا الروحي الذي يخطط دائما الى اسقاطنا في التجربة. ونحن المؤمنين نحن المؤمنين لازم نتسلح بوعي ويقظه روحيه تكشف مخططات ابليس وتحمينا من الوقوع في الفخاخ التي يرسمها لنا هيك بيعلمنا الكتاب المقدس هلا اليوم رح نحكي عن المراحل اللي بيستخدمها في مراحل في مرحله اولى مرحله ثانيه مرحله ثالثه مثل اي خطه عسكريه المرحلة الأولى اللي هي سميتها الاندفاع المخدوع والسقوط في التجربة لاحظ شلون يقول بيقول الإنسان يسقط في التجربة حين يندفع مخدوعا وراء شهواته التعبير اللي عم يستخدمه يعقوب هون بهالآية هو تعبير الصياد الذي يصطاد السمكة أو الصياد اللي عم يصطاد آه أي حيوان أوكي؟ موضوع الصيد يعني. فمثلا اذا اخذنا موضوع السمكه، قبل ان تقع السمكه في الفخ، فان الصياد يحضر الصناره ويضع فيها طعما، فتنجذب السمكه الى هذا الطعم، وتبدا بالاقتراب اليه الى ان تفتح فمها وتاكل الطعم فتنتهي حياتها وتموت. نحن حكينا الأسبوع الماضي إنه الله خلق في الإنسان كل شيء صالح، خير، مقدس. الله خلق في داخلنا أحاسيس، اشتياقات، رغبات وهذه الرغبات وهذه الاشتياقات وهذه الشهوات ليست بحد ذاتها أشياء نجسة. أوكي؟ هي رغبات وهي بحاجة لاشباع okay. الله خلق هذه الرغبات لكي يعيش الانسان وينمو ويكثر في الارض تماما مثل ما عمل مع ادم وحواء لما خلقن قال لن انمو واكثروا واملأوا الارض okay. لكن الرب وضع وضع في شريعته الطريق المقدسه التي نشبع فيها هذه الرغبات في طريقة وضع الكتاب المقدس كلمة الله نشبع فيها هذه الرغبات إبليس يستغل هذه الرغبات ويقدم لنا طرق غير مقدسة لكي نشبع بها هذه الاحتياجات. إبليس إذا يأخذ هذه الحاجات الطبيعية والروتينية، لاحظ أنا سميتها حاجات طبيعية روتينية، شيء روتيني الإنسان يعطش وإذا ما شرب مي يومين ثلاثة بالعكس يموت، شيء طبيعي إنه الإنسان يجوع وإذا ما أكل يومين ثلاثة أربعة عشرة يموت، هذه حاجات طبيعية روتينية هي لكن إبليس بياخذ هالحاجات الطبيعية والروتينية ويحولها لطريق ينطلق منها إلى قلبك وذهنك وروحك اوكي الطريق اللي عم تشبع بيها هالرغبات تماما مثل ما المثل اللي عم بذكرنا هو هون فالسمكه مثلا السمكه بحاجه للطعام هي لكي تعيش الحيوان بحاجه للطعام هو لكي يعيش الصياد شو بيعمل؟ يخدع السمكه ويحول حاجتها الروتينيه والطبيعيه الى الى الطعام الى طعم وفخ تقع فيه فتأكله وتموت اوكي okay. الرب عم بينبهنا على القضية نحاول كمان مرة الرب عم بينبهنا على القضية الإنجيل اللي اليوم قرينه عم بيقول إن الذي يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان اوكي okay. الله خلق كل شيء في الإنسان مقدس لكن الإنسان هو اللي عم يعني بينجس فإن من الداخل من قلوب الناس تنبع الافكار الشريره، الفسق، السرقه، القتل، الزنا، الطمع، الخبث، الخداع، العهاره، العين الشريره، التجديف، الكبرياء، الحماقه وبعدين الرب شو عم بيقول؟ هذه الامور الشريره كلها تنبع من داخل الانسان وتنجسه. لاحظ اعطيكم بعض الامثله. حاجة الإنسان إلى الطعام مثلا تتحول إلى شراهة واحد شره يأكل كثير هاي كمان ما كويس للإنسان لخليقة الإنسان شراهة حاجة الإنسان إلى العلاقة الحميمية تتحول إلى فسق مثل ما عم لنا هون فسق زنا عهارة عين شريرة حاجة الإنسان إلى العمل وتحسين الوضع الاقتصادي كل إنسان لازم يشتغل حتى يعيش بها الأرض وهذا شيء مقدس هو لكن هالحاجة بتتحول إلى طمع تتحول إلى خداع تتحول إلى تجديف وسرقة وقد يصل بالإنسان إلى أن يقتل أخيه الإنسان من أجل المال مشان يكبر وضعه okay. الرب ما خلقنا بهالطريقة الرب اعطانا وسائل حتى ننمو ونكبر في طريقه مقدسه الانسان ياخذ الطريقه يحولها وخذ على هالقياس انا اعطيتك ثلاث امثله صغيره ابليس يعرف نقاط ضعفنا قلنا انه كل انسان جاي من محيط معين ربي في عائله معينه ربي في ثقافه معينه عنده نقاط ضعف معينة، عنده ضيقات، عنده تجارب تختلف عن كل إنسان. كل واحد منا عنده ضيقات وكل واحد منا عنده نقطة ضعف لذلك بتشوف انه ابليس دائما بخطط بانه نحن نتواجد في جو يهيئ المناخ لكي نقع في التجربة بيهيئ لنا المناخ يحضر لنا الجو اوكي مثال أعطيكم مثال ثاني مشان تتوضح الفكرة أكثر شخص أصيب بجلطة في القلب بسبب كثرة التدخين وسوء التغذية وكاد ان يفقد حياته ما في خلص دكتور قال هذا بأعجوبة بس يطلع اوكي okay. والرب عطاه عمر جديد مثل ما نقول نحن باللغة العامية الرب عطاه عمر وعاش هذا الانسان اوكي okay. لكن شددوا عليه الاطباء قالوا له ما في مجال يعني اذا اذا سيجارة ثانية حطيت في تمك راح تنتهي حياتك كلها وبدك تعتني في صحتك ممنوع التدخين في اكل في 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 طريقه حياتك كلها بدك تغيرها تماما اوكي لكن للاسف مجموعه اصدقاء كلهم مدخنين وهو يخرج معهم كل اسبوع يطلع فبس بلشت القاعده اشتغلت الارجيله واشتغل الدخان واشتغل الكاس وخلص هذا ما بقى يتحمل ما مر نص ساعة تشوف الأرجيلة صارت في تمه والدخان صار في تمه والكاس صار في تمه وهو الدكتور قال وإذا أنت تشرب راح تموت هذا هو هيك إبليس خذ على القياس أنا عم بعطيك مثال يعني هيك طبيعي جدا جدا خذ على هالمثال خذ على القياس الجو أنت شو عندك نقاط ضعفك ابليس يخلق هذا الجو حتى انت تقع في نقاط الضعف أوكي؟ انا شخصيا ادرب نفسي بشكل يومي واكون حذر جدا جدا لان اكون في في جو يؤثر سلبيا على روحي وسلامي وعلاقتي بالله أنا شخصيا بدرب نفسي على هذا الموضوع أتجنب جدا جدا أكون في جو يؤثر سلبيا بالنسبة لي أنا طلب ملكوت الله وبره وخدمتي وشهادتي المسيحية هي إلى أولوية في حياتي لذلك أحاول دائما أن أتجنب أي مناخ أو أي شخص أو أي مجموعة تشوش علاقتي بالرب أوكي؟ مثال اليوم نحن عم نعيش بشيء اسمه العالم الافتراضي شو يعني العالم الافتراضي يعني الفيسبوك والانترنت والانستغرام وما ما عاد انا اعرف البرامج اللي كل يوم عم تطلع مشان التواصل والتويتر والى اخره من هالاشياء انت قاعد في بيتك قاعد وين ما تكون عندك الايفون تبعك من خلاله عم تتواصل مع عشرات ومئات الاشخاص وهذا الشيء جميل هو الله خلقه في الانسان الله خلق هذا الشيء الله قال انموا واكثروا ابدعوا في الارض والانسان ابدع بانه خلق هاي الطريقه اللي فيها نتواصل فيها مع الناس ابعد نقطه في العالم الاف الاميال تتواصل شوف شو عم بيصير انت شيء جميل هو شيء رائع هو الرب اعطانا هو لكن ابليس بياخذ هال هالوسيله الرائعه وبيحولها لاداه نجاسة كم واحد يعني نحن قلنا الجو والمناخ والمجموعة أنت قاعد من خلال عالمك الافتراضي من خلال فيسبوك أو تويتر عم تخلق لنفسك الجو عم تدخل بأجواء شو هو العالم الافتراضي تبعك أنت عالمك الافتراضي بي بي بيفرجي مين أنت شو شخصيتك أوكي ونحن شفنا كل يوم عم نسمع تينيجر قتل حاله انتحر ليش؟ لأنه طلع على الفيسبوك وطلع على الشغلات وعمل شات مع فلان الفلاني ودخل في مجموعات قتل حاله واحد طلع قتل نشوف نحن بالمولات ما بقى في مكان المدارس ما بقت في آمنة الجامعات ما بقت في آمنة ليش؟ لأنه عم يطلع عم, يت عم يتواصل مع الناس عم يتعلم أشياء شريرة وعم تخلق في داخله أشياء مو كويسة فعم يتحول لهذا الإنسان من خلال العالم الافتراضي اللي عم بيعيشه لإنسان شرير بيستخدم إبليس هالأداة ليخرب الإنسان فخ هي طعم يدخله أوكي كم واحد تحول صار إرهابي يقول لك يا شب ما كان فيه شيء هذا شوف صار مع داعش فجر وقتل وذبح الناس كلها ليش مو لانه عم يتواصل عنده عالم عنده مجموعه ابليس عم بيحاول يخلق هذا الفخ بينما الرب عطانا هل هالنعم والعطايا حتى نبني الانسانيه حتى نساعد الناس حتى نبني بعضنا البعض كي؟ انا شخصيا عندي تجربه مع الفيسبوك انا شخصيا لغيت اشخاص كثيرين وانا عم لكم ما اشخاص سيئين عم لكم على رجال دين عم بحكيكن على قاده دينيين اصدقائي لغيت من الفيسبوك اشخاص مقربين لي قريبين لي لغيت من الفيسبوك ليش لان علاقتي الافتراضيه معهم كانت تخرب سلامي كانت تهيئ مناخ غير صحي وغير مقدس كانت هذه العلاقه تثير احاسيس ومشاعر الذنب والدينونه تشجع على المباحثات السخيفه اللي قال بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس ابعد عنا مباحثات سخيفة التي لا جدوى منها وبالتالي هل جو شو كان عم يعمل كان يستخدمه إبليس ليملأ قلبي وروحي وذهني بالكراهية والغضب ودينونة الآخرين فلا يعطيك العافية تك سكرته مين ما تكون تكون أوكي هذا هو الطعم اللي استخدمه ابليس لحتى يخرب حياتنا هذا هو شوف كل ما يتقدم الزمن ابليس كمان مخططاته وتتقدم. مو هيك؟ كذا واحد بتطلع تشوف يقول لك تعال تعال هو عم يضحك تعال تعال جرب طلع هون طلع هون شو شو بتطلع؟ شغلات ما كويسه نجسه الى اخره هو عم يضحك انت عم تبدا بضحك ومسخره ولكن بعد شوي بتشوف انه انت ادمنت على الشغلات الكتاب المقدس واضح هو جدا جدا اليوم الايات اللي قريناها الايه الاولى لاحظ بولس الرسول شو عم بيقول لا تنقادوا الى الضلال لا تضحكون على حالكن ان المعاشرات الرديئه تفسد الاخلاق الجيده مين عم تعاشر على الانترنت مين عم تعاشر على الفيسبوك اوكي بعدين الايه اللي بعدها لا تنخدعوا لاحظ كمان بغلاطي عم بيقولنا لا تنخدعوا ان الله لا يستهزا به ما تجي تتمسخر لي تقول ما بتاثر ما بتتاثر انت لا تتاثر ابليس عم يستخدمها مسخره مشان بعدين يوصلك للمرحله اللي بعدها لا يستهزا به الله كل ما يزرعه الانسان فاياه يحصد ايضا فان من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا شو عم تزرع انت؟ شو عم تزرع في قلبك وذهنك وروحك راح تحصده اوكي المثال حلو كثير وانا عم بقرا التفاسير يقول عندك كره عندك الكره انت اوكي عندك الكره مثل اللاعب اللي بده يضرب كره يقول انت عندك الحريه لانه تقذف هالكره ولكن ما عندك الحريه تحصل على نتيجه قذفك للكره لما تقذف الكره ما بتعرف ترجع لك الكره ما ترجع لك او حدا يضرب لك هي باك ما بتعرف اوكي التشبيه الثاني كمان مارتن لوثر من القرن السادس عشر قال وهو طبعا استوحاها من تعاليم الاباء الكنيسه، اباء الكنيسه الشرقيين. عم بيشبه هالعالم كله وهالشغلات اللي وضحت لكم هي بالطيور في السماء. يقول انت ما بتقدر تمنع الطير من انه يطير في السماء. ماشيين نحن طيور، مئات الطيور عم تطير وعم تطلع او حشرات. هون في ولايه تكساس عندنا في, في ويكو على أسوأ يعني عاصمه الحشرات في العالم كله انت ما تقدر تمنع عن هدول الحشرات ما انه تيرون اوكي ما تقدر تمنع عن الناس لكن ايش عم بيقول لكنك تستطيع ان تمنعها من بناء اعشاشها في راسك اوكي هالطيور موجودين هنا، بس لا تسمح لهم انه يدخلون لراسك لقلبك لعقلك لذهنك ويبنون عش اوكي okay. هذا هو الخدعه الانسان ينق... ينخدع مثل ما عم بيعلمنا بولس الوقوع في الفخ المرحله الثانيه بعد ما تنخدع انت وبعد ما تنبسط بهذا الجو وخذ لك هالسيجاره ما راح يصير فيك شيء وخذ لك هالكاس ما راح يصير فيك شيء وتفرج لك على هالمشهد هال ما راح يصير فيك شيء بعدين لما تقع في, الخ... في الفخ شو, بي... شو بيصير معك المرحله الثانيه اللي هي الحبل بالتجربه وولاده الخطيئه، هلا هو يعني رائع جدا جدا يعقوب كواعظ كل ما يحكي لنا فكره يعطينا مثال. فهو اول شيء اعطانا مثال الفخ، هلا عم ينتقل لمثال اخر اللي هو الحبل. اوكي؟ الحبل والولاده. يقول فاذا حبلت الشهوه ولدت الخطيئه ومتى نضجت الخطيئه انتجت الموت. اوكي؟ يعقوب يشبه الخطيئة بالحبل والولادة فمثل المرأة التي تحبل وتحمل طفلها لمدة تسعة أشهر في رحمها ثم تلد الطفل ويكبر الطفل ويصير بالغا هكذا يشبه يعقوب بعمل الخطيئة شو عم بيريد يقول لنا هون؟ شو عم بيريد يقول لنا يعقوب من هالموضوع؟ يعقوب يريد أن يقول لنا أن الوقوع في الخطيئة لا يحدث فجأة ما هي مباشرةً؟ بل يسبقه تحضير وإعداد اللي حكينا عنه فخ مثله مثل الحمل والولادة فالمولود لا يولد فجأة بل هناك زمن معين هناك علاقة بين زوج وزوجة وتستمر وهناك اتحاد بين بين رجل وامرأة وتستمر العلاقة وبعدين نتيجة هالعلاقة وهالزواج وهالاتحاد بيصير حبل اوكي okay. ومباشرة رح يولد يبدا الجنين بالتكون في رحم الام ياخذ تسعة اشهر كمان وبعد ما يولد بعد تسعة اشهر يولد الطفل اذا مرحله هي مرحله هي مراحل هي زمن هي هيك هي بيعمل معنا ابليس في البدايه ابليس يهيئ الجو والمناخ المناسب ليسقط المؤمن في الفخ وبعد أن ينجذب المؤمن إلى الفخ ويقع فيه شو بيصير؟ بيصير اتحاد إبليس شو بيعمل فيك؟ بيلقي بزال خطيئة في قلبك حكينا عنها الأسبوع الماضي أعطينا مخطط عام أعطيك أربعة بزار اللي هي عدم الإيمان الاعتماد على الغنى والحكمة الأرضية الغرور والكبرياء هالأربعة يعني هيك قعدت أنا امبارح أتأمل فيهم كل بذره من هالبذار ينطوي تحت لواء هالبذره 200 خطيئه عدم الايمان الشك 200 خطيئه الاعتماد على حكمه العالم وغروره في 200 خطيئه تنطوي الغرور والكبرياء لكن هو بده يلقي البذره في قلبك بعد ما تلقي هالبذره في قلبك شو بيصير انت يصير اتحاد اتحاد بعد ما يصير الاتحاد يتحول الى حبر روحي هذا الحبل الروحي تكون نتيجته الحتمية ولادة الخطيئة والموت الروحي هذا المشروع اللي يحكي لنا عنه يعقوب ما بيصير في ليلة وضحاها اوكي الخطيئة تبقى مخفية في قلب الإنسان شهور وسنين وتكون مثل الجنين الجنين تسعة شهور ما بتشوفه أنت هلا عندنا انستغرام نشوف بس ما بتشوفه قبل ما كان تشوف. اوكي بعد بتسعة شهور بيخرج الجنين وتشوف بعض الأمثلة الإنسان لا يصبح مدمن على الكحول والمخدرات وأفلام الخلاعة في ليلة وضحاها هذا يصير شوي 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 تشوف أدمن الرجال الزوج لا يخون زوجته في ليلة وضحاها في مشروع كامل، في جو كامل، في علاقات غلط عم تصير يوم عن يوم وواحد ما عم ينتبه عليها. لحتى بعدين تشوف طلع هذا كويس كان يوم، مسي مسكين كذا كذا فكره يعني خلال هالسنوات مثل ما قلت لكم وانا عم بحضر ذكرني بعشرات الامثال خلال 25 سنه خدمه رعويه. واحد قائد كنسي تشوف شلون هيك صار معه هذا؟ ما بتعرف انه كان صار له خمس سنين واقع بين الخطيئه هو ومستعبد لاله هو. الانسان لا يتحول الى قاتل وكاذب ومنافق ونمام وشتام في ليله وضحاها. ما بيصير، ما هو انا جوزيف نام ثاني يوم قام بده يقتل حدا. بيصير هيك جوزيف ما بتصير مو هيك؟ الانسان اعطيك مثال ثاني. الانسان ما بيزداد وزنه في ليله وضحاها. انا هلا اخيرا اكتشفت قبل كم قبل آه لما رجعت من اوروبا طلعت هيك في عندي يعني تقريبا 20 باوند زياده ف يعني تعبت ولذلك قررت هلا هالفتره كلها عم بعمل رياضه عم بعمل برنامج خاص ما عم باكل اكلات خاصه عم بتجنب كل شيء مشان انزل هلا شيء هلا 20 باوند ما ما كبست زر انا نمت نام ابونا ابجر ثاني يوم قام زاد 20 وزن 20 باوند مو هيك هيك الخطيئه هيك الخطيئه يا جماعه لذلك لازم نكون متيقظين اوكي لازم نكون متيقظين ولما تولد الخطيئه ويولد الطفل طفل الخطيئه شو بيصير لما يصير ولاده يصير استعباد تكون عبد لها الخطيئة يوحنا ذهبي الفم اللي هلا قرينا نحن هلا هالفتره عم نقرا تاملات عن الصليب الرائعه اللي هو يسموه خطيب الكنيسه الجامعه بيعطي كثير من التشبيه حلو عم عم بشوف التشابيه عم بيشبه يقول المراه المراه لما تحبل فرح شيء جميل هو ولما يجي تتعرض للمخاض بدها تولد تتالم كثير وتتعذب وصراخ والم شديد جدا جدا بعدين لما يجي المولود بتطلع هيك مثل ما قال الرب يسوع بتطلع في مولودة الجديد تنسى التعب تنسى الفرح تنسى كل شيء من حياته لكن عم بيقول الانس الخطيئة عندما يحبل عندما يحبل الإنسان أو عندما يحبل القلب والذهن والروح بالخطيئة يصير فرح فرحان أنت لما عم ترتكب الخطيئة مو هيك فرح شديد لكن لما تولد الخطيئة وتشوف الخطيئة قدامك هديك الوقت العذاب والألم والتعب والعبودية للخطيئة بعكس المرأة اللي عم تولد لما تشوف طفلة تنسى كل شيء بينما الخاطئ لما يشوف خطيته قدامه بيتألم ألم بيصير مستعبد لا لا ما بيعرف يعرف شلون يعمل وهي هي المرحلة الثالثة اللي عم بي اللي راح نجتاز او اللي اخر مرحله بعد ما تولد الخطيئة يسموها الاستعباد للخطيئة تصير عبد أنت ما راح أعلق كثير على النقطة بس أذكركم بالآية اللي قالها الرب يسوع في يوحنا 8 34 "الحق الحق أقول لكم إن من يرتكب الخطيئة يكون عبدا لها والعبد لا يبقى في بيت سيده دائما أما الابن فيعيش فيه أبدا" أوكي؟ okay. لاحظ هالثلاث مراحل اللي عم يستخدمن ابليس وهالتشابيه الحلوه والعمليه اللي عم يعطينا هي يعقوب. امام هالصوره القاتمه عن الحبل والوقوع في التجربه هناك حبل روحي اخر بيحكي لنا عنه الكتاب المقدس في انجيل يوحنا سميتو انا الحبل الالهي المقدس والولاده من فوق. الحبل الإلهي المقدس والولادة من فوق نقرأ عنه هذا في إنجيل يوحنا الإصحاح 12 أو الإصحاح الأول العدد 12 ل 13 أما كل الذين قبلوه أي الذين آمنوا باسمه فقد منحهم الحق أو بعض الترجمات تقول السلطان أن يصيروا أولادا لله هم الذين ولدوا ليس من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة بشر بل من الله كمان نفس الموضوع موضوع حبل ولادة وتزاوج أوكي؟ حين يعتمد الإنسان حين نعتمد نحن وحين نعيش نعمة المعمودية في حياتنا فيسوع من خلال روحه القدوس ينزل من السماء ويتحد بقلبك وروحك وذهنك هذا الاتحاد يتحول إلى حبل روحي كمان وهذا الحبل الروحي ما بيولد خطيئة يولد أبناء روحيين لله يولد أبناء لهم القوة والسلطان أبناء متسلحين بسلاح أقوى بكثير من فخاخ إبليس هالتعابير يعني إذا تقرون الكتاب المقدس بيستخدمها كثير ما عندنا الوقت لنمر نمر على عشرات الآيات آه بيستخدمها كثير الكتاب المقدس ويستخدموها الاباء وانا لخصتها بسلايد واحد. لاحظ هل هالسلايد. الكنيسه هي الام التي تلد ابناء لعريسها المسيح. جن المعموديه الاباء سموه الرحم الروحي. المعموديه هي بذره الايمان الاول احد اسماء المعموديه. المعمد هو ابن روحي له سلطان وحق شرعي. اوكي؟ الام التي ترضع طفلها من الثديين. الكنيسه تغذي ابنائها بثديي الكلمه والاسرار. لاحظ القوه؟ فهل تعلن هذا هذا السلطان على حياتك؟ هذا هو اللي يخلينا نحطم خطط ابليس. هذا هو اللي اللي يعطينا اليقظه الروحيه، اذا نحن نميناه. اوكي نمينا هالعطايا الروحيه في حياتنا وعشنا فعلا كابناء ورثه شرعيين عشنا هذا السلطان اللي عم يوعدنا فيه الانجيل نشوف انه كشفنا خدعة ابليس نشوف انه الرب اعطانا القوه والسلطان ما انه ما نشوف طعم ابليس نعرفه هذا طعم هو انا ما بدي أدخله هذا بيخرب علاقتي الروحيه اوكي ما بنسمح لما ابليس يحاول يلقي بذار الخطيئة في قلوبنا ما بنسمح له ونقول له لا نحن أبناء الله لنا سلطان لا نسمح لك وحتى إذا تعرضنا لتجربة نركض للرب ونعترف بخطايانا ونقول له يا رب ما بدنا نفقد هذا السلطان تشوف الرب نماك وقواك وحتى إذا في بذار كمان يخلصك يخلصك منا يغسلك في مياه المعمودية يعطيك قوه ويعطيك سلطان وبهالطريقه انت حياتك تولد ولاده روحيه مقدسه فهل تعلن هذا السلطان على حياتك خلينا يكون عندنا يقظه روحيه كفينا نكون نكون عبيد اوكي يكفي الكنيسه بقى تخلق عبيد ما بتخلق ابناء في تعليمها في علاقتها مع ابناء المؤمنين بالأسابيع القادمة رح نكمل نحن الحديث على هذا الموضوع ورح نتعلم يعقوب بعدين عم يعطينا تجارب أو, أو تدريبات عملية كيف ننتصر على التجربة أو سميتها آه تدريبات تداريب وقائية تحمينا من السقوط في فخ التجربة خلينا هيك نحن رؤوسنا ونصلي صلاة تكريسية نشكرك يا رب نعظم اسمك في هذا الصباح يا رب لانك ولدتنا يا رب ولاده روحيه يا رب من خلال روحك القدوس علمنا يا رب انه نعلن هالولاده الروحيه بشكل يومي على حياتنا نتغذى يا رب من خلال كلمتك واسرارك الالهيه يا رب حتى لما ابليس عدونا يجي ويخطط حتى يسقطنا في التجربه يكون عندنا اليقظه والمعرفه الروحيه والسلطان الروحي حتى نكشف خداع إبليس وحتى نرفض إبليس لأن إبليس هو مجرد يا رب من سلاحه عندما أنت مت وقمت من بين الأموات يا رب جرت إبليس من سلاحه وأعطيتنا سلاح أقوى بكثير من سلاح إبليس فسلحنا يا رب بشكل يومي بهذا السلاح حتى نكشف خططه وحتى نكبر يوم عن يوم بكلمتك ونعلن اسمك القدوس في العالم نصلي باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلاً وسهلاً فيكم من جديد. بنرحب فيكم باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. هدفنا من هالمواعظ ما هو إنه نعطيك أفكار جامدة ونظريات عن الإيمان المسيحي. هدفنا هو إنه تختبر الحياة مع الله بالمسيح يسوع. هو إن تختبر محبة الله. الله قال في الانجيل بحسب يوحنا انه جاء ليكون لنا الحياه وليكون لنا افضل وقال ايضا هكذا احبنا الله حتى بدل ابنه الحبيب لكي لا نهلك نحن بل لتكون لنا الحياه الابديه هذا هو هدفنا الاساسي هو ان تختبر الحياه الفياضه مع الله وان تختبر محبه الله التي احبنا بها نحن البشر اذا كنت في منطقه دالاس او فورت وورث نرحب بك في كنيستنا الكنيسه الانطاكيه الرسوليه نحن نقيم القداس الالهي في كل يوم احد الساعه التاسعه والنصف صباحا بالاضافه الى القداس الالهي نحن ايضا نوفر خدمه المدارس الاحد والتعليم المسيحي لجميع الاعمار باللغه الانجليزيه نحن نؤمن بهذه الكنيسه بان كل شخص بغض النظر عن انتمائه الطائفي هو بحاجه لعائله روحيه ينمو ويكبر فيها. فاذا كنت تبحث عن عائله روحيه تنمو فيها بكلمه الله الحيه والفعاله وكنت تبحث عن عائله تتغذى فيها بشكل اسبوعي بالاسرار المقدسه نرحب بك عضوا في كنيستنا. اهلا بكم باسم المسيح ونرحب بكم في عائلتكم الروحيه ليبارككم الرب ويحفظكم جميعا امين